الأرز واللحميات عند الأطفال. طبعا هذه المشكلة فيها شيء مرة جيد أن الواحد ينتبه له. في الأغلب لما يجيني أي مريض مع أهله، مع الوالدة ولا الوالد وطفل صغير، وأقول للأهل والله الولد يحتاج عملية استئصال الأرز واللحمية، بيخافوا الأهل، بيجيهم زي الرهبة أو الخوف من موضوع العملية. ليش الموضوع هذا؟ في حين أنه لو جاني هو بنفسه، هو كبير، بيجيني كبير في السن عمره 27 سنة ولا 18 ولا واحد بالغ أو واحدة بالغة، وأقول له استئصال اللوز، تقول لي أوكي دكتور يلا بسم الله. إيش الفرق بالضبط؟ الفرق أنه العاطفة سبحان الله في بعض الأحيان تاخذك عشان تحاول قدر المستطاع أنك تحمي طفلك من أي مشاكل، من قرارات بعض الأحيان أنت تأخذها عنه، هو ما له ذنب ولا يصير في مشكلة بره بعيد، بعدين تقول والله أنا الذنب علي أن أنا مثلا اخترت أن أسوي له العملية وصار له مشاكل وصار له كومبليكيشن. اليوم حشرح بالضبط متى تكون واثق تماما أنك تقول يلا سوي العملية. جراحيا متى يجي الطبيب؟ لو جيني مريض في العيادة، متى أقدر أفحص المريض وأقول لك والله بسم الله الرحمن الرحيم هذا ولدك يحتاج استئصال لوز أو لحميات؟ عندنا شوية أشياء لازم أقولها. واحد انه يكون عنده التهابات متكرره في اللوز. يا جماعه الخير ركزوا في موضوع اللوز، مش التهابات حلق، يعني مش التهاب فيروسي عادي راح الروضه وجاء وسخن وزي كذا، هذا يعتبر التهاب لوز. لا، التهابات اللوز هي التهاب واحتقان، ويكون مسجل الطريق انه رحت للدكتور وفحصك وقال لك عنده التهاب في اللوز واعطاك مضاد حيوي. طيب كم عددها؟ تكون 7 التهابات في السنه الواحده، او 5 في السنه الواحده لمده سنتين وربع، او تكون 3 التهابات في السنه الواحده لمده 3 سنوات ورا بعض. هذا بالنسبه للوز. عند مشكله اللحميه برضو قد يكون نتيجه للشخير او انسداد في الانف طول وقته فاتح فمه، اختلاف في التخاطب، وبعض الحروف تبدا تضيع من الطفل ما يقدر ينطقها كويس نتيجه لوجود اللحميه، او يكون عنده ارتجاع في الطبله او سوائل، تجمع سوائل في الاذن الوسطى نتيجه الى الاحتقان والتهاب في اللحميه في عمر خطير جدا. هل في عمر محدد لاستئصال اللوز واللحميات دائما ننصح فيه، ولا نفترض والله انه مريض اذا كان عمره 5 سنوات تسويها، اذا قل من كده لا انتبه ترى الموضوع خطير ممكن يصير له نزيف ممكن يصير له؟ لا، الكلام ده غير صحيح يا جماعه الخير، ما ينفع نحدد. الطبيب المعالج هو افضل واحد يحدد بالضبط متى الوقت المناسب انك تسوي فيه العمليه لطفلك. والعمر ما في صراحه شغله واضحه بالضبط ان اقدر اقول لك والله اقل مثلا من 9. سوينا مرضى صغار جدا لدرجه حتى 9 شهور سوينا عمليه استئصال للحميه نتيجه الاختناق. ففي بعض الاشياء الطبيه اللي الطبيب يقدر يشرح لك هي بصوره افضل، يحدد لك بالضبط متى تسوي العمليه ومتى نقدر ناجلها فتره اطول. جوني اهل المريض وقلت لهم والله ولدكم يحتاج عمليه استئصال للوز، والاهل قالوا لا والله دكتور منفكر وطنشوا وقالوا خلاص ما يحتاج. تركيبه اللوز في حد ذاتها هي مكونه من تركيبه انسجه تقريبا مشابهة لتركيبة صمامات القلب والمفاصل عند الإنسان. هذا إيش معناته؟ معناته التهابات المتكررة في اللوز، عشان الجسم حقي يبدأ يسوي مناعة ضد اللوز، يبدأ يصنع مضادات حيوية موجودة جوا الدم حقي أنا، وتبدأ تهاجم اللوز. في نفس الوقت تبدأ تأثر على صمامات القلب وعلى المفاصل. طب هل فعلا يا دكتور الموضوع ده حاد ويصير؟ لا، هذا يصير بعد فترة طويلة. يعني لو مريض لو كان عنده مشكلة هادف على 5 سنوات ما راح يجي له بره بعيد أي مشاكل في صمامات القلب أو المفاصل إلا بعد عمر 45 أو 40 سنة أو فوق حتى. فالنقطة هذه ما تخوف إن شاء الله، ولا في موضوع إنه والله الصديد حق اللوز ممكن ينزل على الصدر والبطن، هذا كلام جماعة الخير غير صحيح تماما. هل عملية استئصال اللوز واللحمية تعتبر عملية خطيرة؟ ما في عملية ما فيها أي مضاعفات، مستحيل تلاقي عملية بدون أي مضاعفات، لكن مع تقدم صراحة الطب وتقدم التخصص في الأطباء، يعني في أطباء أنف وأذن وحنجرة مختصين في الأطفال، يعني تلاقي الطبيب مختص في علاج مشاكل الأطفال، هذا أفضل دكتور يقدر يساعدك ويخدمك أنت وطفلك في موضوع التهابات اللوز واللحمية، لأنه هو دارس التخصص هذا ودارسه أكثر من سنتين وهو بس يمارس الطب حق الأنف وأذن وحنجرة على الأطفال فقط. فهذا أفضل واحد تستشيره في حالة أي لبس عندك أو أي سؤال تبي تسأله بالنسبه لموضوع اللوز واللحميه. الشغله الثانيه اللي بدي اقولها، العمليات الان اصبحت تقريبا ما تاخذ وقت طويل، يعني مده العمليه تقريبا من 5 دقائق الى 10 دقائق ترى استئصال اللوز واللحميه، وفي بعض الاحيان وضع انابيب حتى تهويه الاذن، حنتكلم على هذا الموضوع المره الجايه. لكن بالنسبه لالتهابات اللوز واللحميه هي عمليه صراحه جراحه اليوم الواحد يسويها المريض ويخرج في نفس اليوم بدون اي مشاكل. ممكن يصير مضاعفات انه المريض لا سمح الله ينزف اذا ما التزم بتعليمات الطبيب اللي يقول لك هي. هل استئصال فعلا اللوز واللحمية يزود الوزن عند المريض ويخليه بعد العملية يبدأ يزيد وزنه أكثر وأكثر؟ الكلام ده يا جماعة الخير ترى غير صحيح حرفيا، لكن الطفل في حد ذاته لما يكون متعافي وصحته طيبة ويتعافى من الالتهابات المتكررة في الحلق بتلاقيه نوعا ما صحته بدأ أفضل، ومن علامات أنه الصحة تكون كويسة في الطفل أنه يبدأ يكتسب وزن، وهذا الشيء طبيعي لكن ما له علاقة مباشرة باستئصال اللوز واللحمية. يعني مو تقول والله استئصلنا له اللوز وبعدها بدأ يتخن، لا، الموضوع انه استئصلنا له اللوز
اتعافى وبعدها بدأ يسترد صحته الطبيعية. يعني في اطفال يجونا في العيادات صراحة تلاقيه كذا زي المسواك، ويقول لك لا انا ما ابغى يدخن. طيب صحته تعبانة، الطفل الان مناعته ضعيفة والوضع مو كويس، فافضل انك تسوي له العملية عشان يتحسن ويتعافى بحول الله. في أحد المتابعين